السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلموا عن الأداء الصفي والأداء المنزلي والتقييم الصف الثالث الابتدائي الأسبوع الرابع. نماذج وزارة التربية والتعليم يونت 2 بارت 1 واتس ذا ماتر. عنوان الوحدة واتس ذا ماتر. تشوز ذا كوريكت أنسر فروم A B C. أول حاجة ماي هيد هيرت مي، رأسي تؤلمني. I'll try to، أنا أحاول أن. sleep أنام. number 2 please don't put on perfume، لا تضع برفان. I have a cough، أنا عندي كحة. number 3 I feel today، اليوم. I can't come to، أنا لا أستطيع أن أأتي إلى work، الشغل، يعني انا مش قادر اجي الشغل، استحاله، ولا هبقى هابي سعيد ولا سرستي عطشان، هبقى تايرد متعب. بعد كده نمبر 4 stay at home، ابقى في المنزل. if you have، لو لديك سكن بشره ولا بون عظم ولا fever حمى. بعد كده wash your hands، اغسل يديك with soap، بالصابونة. number 2 read، اقرأ. and match وصل. I feel sick، أنا أشعر بالمرض. تمام. I must go to the doctor، أنا ينبغي أن أذهب إلى الطبيب. يبقى دي number 1، أنا يجب أن أذهب إلى الطبيب. you have a cold، أنت لديك نزلة برد. يبقى cover your nose، غطي your nose أنفك. and mouth، وفمك. with a tissue، بالمنديل. number 3 can I get you، هل يمكنني أن أحضر لك some medicine، بعض الدواء. يبقى دي number 3. number 4 I have a fever، أنا لدي حمى. I'll take a cold shower، أنا سوف أخذ دش بارد. يبقى دي كده نمبر 4. بعد كده نمبر 5 you should eat، ينبغي ان اكل، انت ينبغي ان تاكل healthy food، الطعام الصحي. دي نمبر 5. تمام كده. طيب عندي بعد كده هنا الاداء المنزلي الاسبوع الرابع للصف الثالث الابتدائي. choose the correct answer from a b c. This is my. هذا يكون. it bumps، إنه يضخ blood، الدم. to my body، الجسمي، هو heart، القلب. this is my. it protects، إنه يحمي my body، جسمي. طيب اللي خاص بالdigest food، هضم الطعام، الاستومك، وبون العظم، يبقى خاص بالموف، الحركة، يبقى skin، البشرة. number 3 this is my bone، هذا يكون عظمي. it helps me move، انه يساعدني في الحركة. this is my. it digests food، انه يهضم الطعام، يبقى stomach، المعدة. number 5 I can see، انا استطيع ان ارى. with my eyes، بعيني. number 2 بيقول لي read، اقرأ. and match وصل. I can smell، انا استطيع ان اشم، اكيد بنوز الانف. يبقى نمبر 1 with my nose، بانفي. I can test، انا استطيع ان اتذوق. with my tongue، بلساني. بعد كده I can move، انا استطيع ان اتحرك. with my feet، بقدمي. this is my stomach، هذه تكون معدتي. it digests food، انها تهضم الطعام. وبعد كده I can hear، أنا أستطيع أن أسمع. with my ears، يبقى دي number 5، بأسمع بيه أذني. هنا التقييم الأسبوعي للصف الثالث الابتدائي الأسبوع الرابع، دي نماذج وزارة التربية والتعليم. عندي موديل A unit 2 part 1 what's the matter، ما الأمر. عندي موديل A complete the following sentences with the correct word. I feel sick، أنا أشعر بالمرض. today، اليوم. I can't come to the school، أنا لا أستطيع أن آتي إلى المدرسة.
بعد كده ماي بيقول لك بامبس يضخ بلد الدم تو ماي بودي، اللي بيضخ الدم للجسم هو ماي هارت قلبي. نمبر 3 ماي ايه، سكن ولا هير ولا فينجر؟ هير شعر، فينجر اصبع اليد، بروتكتس ماي بودي يحمي جسمي، طبعا قلت السكن. بعد كده ريد اقرا اند ماتش وصل. اي كان هير، انا استطيع ان اسمع، ويز ماي ايرز بي اذني، يبقى دي نمبر 1. نمبر 2 اي كان ايت ويز ماي ماوس، انا استطيع ان اكل بفمي. نمبر 2 عندي هنا النموذج الثاني، عندي هنا النموذج الثاني موديل بي، الصف الثالث الابتدائي الاسبوع الرابع. هنا complete the following sentences، اكمل الجمل with the correct word بالكلمات الصحيحه. I can move، انا استطيع ان اتحرك. on my feet، feet يعني قدمي. cover your mouth ولا eye ولا nose with a tissue، غطي ايه بالمنديل. when you have a cold، لما يبقى عندك نزلة برد. nose، بغطي انفي. بعد كده عندي هنا my skin ولا hair ولا finger، protects my body، بتحمي جسمي، طبعا skin الجلد او البشرة. بعد كده بيقول لي read and match، اقرأ وصل. I can smell، انا استطيع ان اشم with my nose بانفي. وبعد كده هنا عندي this is my bone it helps، هذا يكون عظمي. it helps، انه يساعد me move، على الحركة، يساعدني على الحركة. اخر حاجة عندي هنا في التقييم الاسبوعي الرابع للصف الثالث الابتدائي موديل سي، هنا complete the following sentences with the correct word. I am a teacher ولا student، طالب ولا nurse. I help، انا اساعد. sick children، ايه الاطفال المرضى، يبقى nurse. تمام. I always، انا دائما. broke اكثر ولا brush، اغسل بالفرشاة ولا قط. اقطع ماي تيس اسناني، يبقى اغسلها بالفرشاه برش. يو شود، ينبغي ان واش يور هاندز ويز صوب، اغسل يدي بالصابونه. صوب صابونه. ريد اند ماتش، اقرا وصل. نمبر 1 ذيس از ماي ستومك، هذه معدتي. ات دايجستس فود، انها تهضم الطعام، يبقى ده نمبر 1 وهوصل بيها. 2 ذيس از ماي فيت، هذا او هذه قدمي. it helps me move، انها تساعدني على الحركة. انا كده خلصت الاسبوع الرابع الصف الثالث الابتدائي، الاداءات الصفية والاداء المنزلي والتقييم الاسبوعي، نماذج وزارة التربية والتعليم. ما تنساش ادعمنا بلايك واشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.